حرد الشناوي، عودة القندوسي، صفقة بالعيد، ملف التجديد ومفاجأة الأولمبياد. شرفنا وبنورنا النقادة الرياضية العزيزة ريهام حمدي. يا ريهام منورة الدنيا. ربنا يخليك يا ابراهيم. اخبارك ايه؟ خالص الحمد لله كله تمام. اه الحمد لله كله قبل ما نخش في العناوين عايز اعرف منك اخبار المصابين، شايفه السجع ده؟ اه اخبار المصابين، بص هو يعني عشان الناس عايزه تطمن على اسامه ابو علي، تمام، عمر كمال عبد الواحد، بيرسي تاو، موقف الثلاثي من لقاء القمه القادم امام نادي الزمالك. عمر لسه طبعا مش واضح، لان عمر لسه الاصابه بتاعته جديده، فهيبان بقى خلال اليومين اللي جايين من مشاركته في التدريبات. طبعا اذا كان هيقدر يشارك هيكون موجود في القمه بشكل طبيعي، الا لو كان في تحفظ طبعا لكولر على عدم مشاركته بدنيا ايه كتير. وسام بدا المشاركه اوريدي بقاله يومين مع الفريق المشاركه الجماعيه، فبالتالي بنسبه كبيره ممكن يكون متاح للمباراه عادي جدا. بيرسي تاو كمان لسه برده موقفه مش واضح، وهيبان خلال الاربع ايام اللي جايين قبل المباراه باذن الله. يعني نروح لعرض الشناوي. اه طبعا ده مش اول مره يجي لكابتن محمد الشناوي عروض، هو طبعا حارس كبير جدا، وطبيعي ان كل فتره يجي له عرض، وتحديدا من السعوديه. يعني هم كل شويه نادي من السعوديه جاي لكابتن محمد الشناوي. كان في حتى من فتره اعتقد عرض من القادسيه السعودي برضو، وده كان عرض مظبوط وصحيح، بس العرض ده على حسب معلوماتي اترفض من كابتن محمد الشناوي. لكن عرض الوحده الحالي اعتقد ان هو فيه جديه الى حد ما شويه. العرض على حسب التفاصيل اللي انا عارفاها ان العرض كان في البداية هم تواصلوا مع حد يعني مقرب للاعب، فبالتالي كان العرض في البداية على سبيل الإعارة لمدة سنة، وبعد كده العرض تطور لأن هو يبقى شراء خالص من النادي الأهلي نهائيا. بقى هم محتاجين خدمات محمد الشناوي، فبالتالي هم عايزينه على طول. هل في عرض بقى وصل النادي الأهلي لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي؟ لا، لسه ما فيش أي عروض. الكلام والتواصل كله تم عن طريق أحد الوسطاء ما بين النادي وما بين اللاعب، لكن النادي الأهلي لحد اللحظة دي ما وصلوش أي حاجة. طب هل الأهلي ممكن يوافق على بيع محمد الشناوي ولا لا؟ الأهلي واخد سياسة كده بقاله فترة إن أي لاعب مهما كانت أهميته جوه الفريق، لو جاله عرض كبير زي ما شفنا حمدي فتحي مثلا، جاله عرض ب 3 مليون دولار، فبالتالي مع إنه كان لاعب مؤثر ومهم عند النادي الأهلي، باعه وفي نفس الوقت عوضوه بلاعب برضه بنفس السعر بس سن اكبر لا مش احن ولا حاجه. على فكره هي نفس الفلوس تقريبا بالظبط، يعني ما فيش اختلاف. الفلوس اللي اتاخدت من حمدي فتحي اتدفعت في امام عاشور، بس الى حد ما انت عليت الجوده شويه اللي موجوده عندك في نص الملعب، سواء دفاعيا او هجوميا، ولاعب اصغر في السن، فبالتالي بقى في عندك شويه تطور في المكان ده. يعني واكيد محطوط في الحسبان برضو الموقف المحترم اللي عمله الشناوي لما جاله عرض النصر، طبعا ورفض وكمل عشان تقدير للنادي الاهلي بالظبط. ففي تقدير كبير جدا من النادي الاهلي للموقف ده عموما. وعموما يعني كابتن محمد الشناوي مقدر من اداره النادي الاهلي بشكل كبير جدا، وهم بيقدروا الحاجات اللي هو بيعملها للنادي. فبالتالي لسه ما فيش عروض، لسه هيتم بقى بحث الموضوع ده، وعلى حسب ما عرفت انه ممكن يتم التواصل الاسبوع اللي جاي، لكن لحد اللحظه دي ما فيش تواصل تم خالص. هو العرض جدي فعلا من ناحيه النادي السعودي، لكن ما فيش اي حاجه رسميه وصلت النادي الاهلي.